نشرت جريدة أم القرى الرسمية للمملكة العربية السعودية إعلان تؤكد فيه المملكة عزمها إلغاء إلزامية تغطية شعر المرأة وكذلك منطقة العنق أثناء التقاط الصورة الشخصية تحسباً لإدراجها في بطاقة الهوية الوطنية. وقد تضمنت المادة 17 قبل إجراء التعديل عليها فقرتين، نصت الأولى منهما على أن تكون الصورة الشخصية والصورة الملتقطة في الأنظمة الآلية التي يتطلبها إصدار الهوية الوطنية حديثة وملونة وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه وبخلفية بيضاء وفي وضع مقابل ودون نظارات وعدسات غير طبية وخالية من أي زينة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو لأي فئة معينة. في منصة الفقرة الثانية على أن تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع ضوابط خاصة بالصور الشخصية والصور الملتقطة في الأنظمة الآلية لبعض الفئات العمرية وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الأخرى غير الواردة في هذه المادة. وتم إجراء عدة تعديلات جديدة على المادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية السعودية، ويكمن الإجراء في حذف النص الملزم بضرورة تغطية شعر الرأس ومنطقة العنق للمرأة أثناء التقاط صورة بطاقة الهوية الشخصية. وهو ما يعني إلغاء الجزء الأخير من النص القديم الذي تتضمنه الفقرة الأولى، والذي كان يتطلب في الصورة الشخصية لبطاقة الهوية الوطنية صورة ملونة حديثة بخلفية بيضاء لا ترتدي فيها السيدات نظارات وتكون بالملابس المدنية السعودية، على أن يكون الوجه خالي من أي زينة أو مستحضرات تجميل مع إلزامية تغطية شعر الرأس ومنطقة العنق. ويمثل التعديل الجديد نقلة نوعية في ملف تحرير المرأة السعودية هنا، التي نالت العديد من المبادئ التي تكفل لها مزيداً من الحرية الشخصية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومن ورائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وتشهد النساء السعوديات عصرها الذهبي بالحصول على كثير من الحقوق التي لم تتمكن منها قبل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالتزامن مع حملة إصلاحات قانونية وتغييرات ثقافية هي الأكبر في تاريخ المملكة العربية السعودية المعاصر، حيث نالت المرأة السعودية في وقت سابق إمكانية الحصول على رخصة قيادة فضلاً عن السفر بدون موافقة ولي الأمر، كذلك التعيين في وظائف غير مسبوقة كضابط في الحرس الملكي، وأخيراً إلغاء إلزامية تغطية شعر الرأس والعنق أثناء التقاط الصورة الشخصية لبطاقة الهوية الوطنية. فهل تستمر المملكة العربية السعودية في إصلاحاتها الثقافية؟